مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف من خلالها الحارس محمد الفرجاني، هيكون معنا للحديث عن مسيرته داخل أسوار القلعة الحمراء. نرحب بك كابتن محمد الفرجاني، شرفتنا اليوم، سعدنا بتواجدك معنا. أهلا وسهلا بك أخوي مازن، وأهلا بالشباب كلهم، تحية طيبة لكم ونهنيكم بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله قدوم خير عليكم إن شاء الله بإذن الله. قبل ما نخش الحلقة ونبدأ الحوار كابتن محمد، خلينا نتكلم شوية على الحراسة والدفاع في فريق الاتحاد. من المدافع اللي تعب في محمد الفرجاني في حياة الصد؟ أكيد حياة الصد ديما يكون أكثر لاعبين طولا، يعني هم اللي يوقفوا في حياة الصد. بصراحة يعني أكثر لاعب ديما نوجه فيه وديما نوجه فيه في حياة الصد معتصم صبو، مسي عليه بالخير. بصراحة أكثر رياضي يعني يتحمل فيه في التوجيه، يعني ممكن مرة قال لي من سبراتوري وانت توجه فيه تقول لي ديريك خلي لي في الملعب شوية باي. ناجي نحس فيها تو يتعب فيك. ايه ناجي دراع، حتى هو يعني مدافع يعني جيد بصراحة، يعني خامة كبيرة واستفاد منها الاتحاد في السنة الأخيرة. مسي عليه بالخير، إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله في مسيرته معنا الاتحاد. محمد، كانت بدايتك من منطقتك بغوت الشعال وبالتحديد مع نادي طارق بن زياد، من الشخص اللي ساعد محمد على اكتشاف موهبته؟ أكيد بدايتي كانت في نادي طارق بن زياد في سنة 98. بصراحة عديد مدربين استفدت منهم، أستاذ فوزي وأستاذ نبيل شنفير، بصراحة يعني ناس وقفت معي من صغير، يعني النادي كان في المنطقة متاعي، يعني ساعد نادي طارق بن زياد في بروز موهبة محمد الفرجاني. أكيد بعد تجربة مع نادي طارق بن زياد جاء محمد الفرجاني لنادي الاتحاد، وكانت انطلاقتك مع فريق الأشبال. أكيد جاءت لنادي الاتحاد سنة 2004 في الأشبال، لقيت أستاذ محمود بن ضو، أستاذ طار سعد، يعني ناس وقفت معي هلبة. يعني الطريقة هي اللي جت بها لنادي الاتحاد كانت طريفة شوية، ممكن لاعب معنا عياد سعد كان في نلعبه في المدرسة اللي في المنطقة متاعنا، فقال لي لابد تمشي لنادي الاتحاد وانت عندك الموهبة وانت عندك الخامة وتقدر تلعب في نادي الاتحاد معنا وكذا. فجيت معاه، بصراحة لقيت ناس محترمة رحبت بي ووقفت معاي، ونحب نشكرهم على الشيء اللي داروا معاي. المدرب اللي أعطاك الفرصة في الفئات؟ أستاذ محمود بن ضو، بصراحة يعني دربني في الاتحاد هنايا، وبعدين مشى لي المنتخب، هو المنتخب للشباب والأولمبي ومنتخب الشباب الناشئين والشباب، فضمني المنتخب طول، لعبني في منتخب الناشئين والشباب ولعبني في نادي الاتحاد أستاذ محمود بن ضو. الفترة اللي لعبت فيها محمد مع المنتخب؟ أكيد تدرجت في جميع فئات سنية في المنتخب، منتخب ناشئين، منتخب الشباب، منتخب أولمبي. من أول ما جئت لنادي الاتحاد السنة اللي بعدها طول انتقلت لمنتخب الناشئين، وبعدين قعدت نتدرج في المنتخبات لوصلت للمنتخب الأولمبي. يعني أعطينا المشاركات أبرزها مع في بطولة صداقة في إيطاليا في كاتانيا سنة 2006، ربحنا يعني البطولة، لعبنا لفرق مصر وتونس وإسبانيا وإيطاليا فاهو الجزائر، يعني كنا احنا حرزنا اللقب مع المدرب جمال بنوارة. شاركنا في دورة متاع إندونيسيا، لعبنا في التصفيات في بطولات شمال أفريقيا في ملعب هنا في ملعب طرابلس، ولعبنا في تونس ومصر والجزائر، لعبنا التصفيات في جميع المنتخبات.
الفئات السنيه بتاع المنتخبات. البطولات اللي حققتها في مرحله الاشبال وكذلك الوسط. فئات الاشبال ما خدناش السنه الاولى ما خدناش البطوله، يعني ممكن طلعنا ضد فريق الشط خسرنا 3-2. في فئه الوسط خدنا بطوله، وفي فئه الرديف خدنا بطوله بتاع كاس ليبيانا. لكن في السنين الاخيره انا ما شاركتش مع الفئات مع الفريق الاوسط بكثره اللي كنت مع الفريق الاول، يعني عندي استحقاقات مع الفريق الاول ما شاركتش مع ملبا، يعني في نمشي في المباريات المهمه فقط. نجو محمد لمشاركتك الاولى او الرسميه مع الفريق الاول. اول مشاركه لي مع الفريق الاول كانت سنه نهايه 2007، يعني كان مدرب برانكو، يعني كانت فترة كان حارس سمير عبود ومفتاح غزالة ولويس أوغستين. في نهاية 2007 صارت فترة، يعني لويس أوغستين صارت له مشاكل في الباسبورت متاعه في جواز السفر متاعه، فضمني كلمني المشرف متاع الأوسط مشرف متاع الفريق الأول أستاذ عياد. الفترة ديك كنت أنا حارس الأول للفريق الأوسط، ركبت الفريق الأول مفتاح غزالة مصاب، نزلت يعني في مباراة الأولمبي في الكاس انتهت ب 3-2 للاتحاد، سجل عبد الناصر صليل في نهاية المباراة. هذيك كانت الانطلاقة وكانت البداية. مع أول ظهور ليك اللي شاف محمد الفرجاني كان مراهن أن محمد حيكون مستقبل الحراسة الاتحادية، خصوصا أنك أنت كنت بديل لي نعتبره من أسطورة الحراسة في ليبيا اللي هم سمير عبود والحارس مفتاح غزالة. أكيد في مدرب الصربي ميلينكون، يعني شخص محترف وقف معي قلبة يعني في الملعب وخارج الملعب، كان من الناس اللي مهتم بي حتى في التغذية وفي صالة الحديد وكذا، يعني هو اللي راهن علي وأشاد بي يعني، ويعني اكتشف موهبتي أكثر فأكثر. مس عليه بالخير وإن شاء الله ربي يوفقه، والآن في ندير مدرسة أظني في الكويت أو في السعودية وماش. تجربتك مع فريق النصر، وهل لقيت تأقلم الأجواء اللي ساعدتك في فريق النصر؟ أكيد نعتبر فيها تجربة ناجحة. فريق النصر فريق كبير، مشيت له وانا عمري ممكن 19 عام. بصراحه بدايه كانت موفقه معاهم، لكن تعرف انت انا عامل السن الفتره هذيك كنت صغير في العمر والغربه صعبه بالنسبه لي، يعني بدات انا وقفت قرايتي هنايا واموري. ما طولتش معاهم، قعدت 6 شهور فتره اعاده 6 شهور، لاني انا بصراحه نجحت فيها يعني بالنسبة لي في المرحلة الصعبة، كانت مرحلة انتقالية. تعرف وصلت أنتم نهائي كاس؟ لا أنا رجعت من الاتحاد قبل، لعبت معهم مباراة واثنين في الكاس ورجعت للاتحاد ما كملتش. عودتك للقلعة الحمراء في 2010؟ كده رجعت للاتحاد سنة 2010، كانت تحت إدارة المدرب ميو دراغ الصربي ميو دراغ، يعني ضمني للفريق ورحب بي ويعني قال لي على اساس ان لازم تختم على روحك ولازم تطور من نفسك، لان زي ما تعرف انت قدامك حراس، يعني حراس دوليين حراس منتخب وانت صغير في العمر، فلا بد ان تكون يعني اكثر منهم خدمه واكثر منهم يعني وعي و... تمام. قبل ما نمشي لفقرتنا الجايه نبوك تعطينا ابرز موقف او لحظه كانت صعبه شويه للحظة اللي وصلنا فيها لرجوعك لفريق الاتحاد. أكيد أي حارس مرمى لابد أن أي لاعب كرة قدم لابد أن يكون يمر بلحظات صعبة. أكيد يعني مريت بلحظات صعبة جدا بالنسبة لي في مسيرتي الرياضية أكيد، لكن من ضمن المشاكل اللي واجهتني كنت عدم منح الفرصة، فكنت يعني نتمرن وبعدين لما تمنح لي الفرصة تكون مواتية لي الفرصة نلقاها تمشي لي غيري. بصراحة يعني كلام هذا مفروض ما نقولهاش يعني، لكن هذه الواقع وهذه الحقيقة. يعني قعدت صبرت هلبة باش يوصل في الدور وناخذ فرصتي، والحمد لله يعني صبري ما مشاش هيك وخلاص.
خلينا محمد نمشي توا للموسم الماضي، وتحصلت انت على الفرصة وكنت أساسي في الفريق. أكيد أول فرصة تمنح لي يعني في فريق الاتحاد العام الماضي يعني بشكل أساسي، ونعتبر فيها تجربة ناجحة. الحمد لله يعني حصاد موسم تام، يعني ما مشيتش كي وخلاص، تحصلنا على كأس ليبيا، والدوري كان قاب قوسين أو أدنى إن إحنا نحرزوه، لكن تعرف أنت المشاكل اللي صارت للفريق في مرحلة الرباعي. يعني بدايتكم طبعا، بدايتكم الموسم الماضي تصدرتم المجموعة وبفارق كبير على الترتيب الثاني، الفريق يعني كان ماشي صح. شو اللي صار في الرباعي؟ والله زي ما تعرف الرباعي صارت مشاكل للفريق، يعني مشاكل عدة، القرعة ما كانتش في صالحنا، يعني كانت المبارتين الحاسمات خارج ملعبنا، يعني تعرف انت مش صار للفريق في بنغازي في مباراة الأهلي بنغازي، تعرض الفريق للضرب، حاجة ما هي سهلة، ما كانتش سهلة على الرياضيين، لأن هذا رياضي كرة قدم، يعني الامور يعني المشاكل والامور هذه ديما يكون هو بعيد عليها، يعني كل تركيزه يكون داخل الملعب. بصراحه يعني يعني المشاكل اللي صارت هي اللي خلت الفريق يعني ما ياخذش بطوله، يعني كذلك الإصابات أثرت على الفريق. اصابات يعني حتى هي اثرت، كنا في يعني تمينا ممكن موسم رباعي ما عندناش مهاجمين، كانت اصابه عبد السلام فيتوري، معاذ عيسى، وكوامي حتى هو ممكن انصاب، قعد احمد زوي بروحه، زي ما تعرف انت احمد زوي كان في عمر ما عادش يسمح يعني ياخذ عبء يعني الفريق كله، ولكن قدرنا نرجع بالكاس متاع كاس ليبيا والحمد لله. يعني في نهائي الكأس أمام فريق الهلال، كرة مقطوعة من لاعب فريق الاتحاد، محمد الفرجاني وجه لوجه مع مهاجم فريق الهلال. أكيد كانت لحظة صعبة، يعني دقيقة ممكن 84 أو 85، كنت موفق فيها الحمد لله، يعني كنت في كامل تركيزي، لأن تعرف مباراة الحاسمة تكون فيها يعني كورة أو اثنين هي اللي بتحسم المباراة، فكنت 90 دقيقة في كامل تركيزي، والحمد لله قدرت نرجع الفريق في المباراة وحرزنا الكاس يعني بفضل جميع اللاعبين، يعني مش محمد فرجاني بروحه. أكيد تصدي أنقذ الفريق من ضياع اللقب. أكيد يعني قلت لك أنا تصدي في وقت حاسم، يعني كانت مباراة متجهة للشيء يعني للأوقات الإضافية، كانت يعني انفراد، فالحمد لله كنت موفق وربك زاد يعني وفقني أكثر بالتتويج بالكاس الحمد لله. يعني هل انظلم محمد الفرجاني من الاستدعاء للمنتخب الوطني، خصوصا ان تألق محمد الموسم الماضي مع فريق الاتحاد في بطولتي الكاس والدوري؟ أكيد يعني في النهاية هو مسؤولية مدرب، يعني مدرب هو اللي بيتحمل المسؤولية، يعني عنده إدارة منتخب وعنده لجنة انتخابات هي اللي بتحاسبه، أنا رياضي نتمرن ونخدم كل يوم، أول استدعاء للمنتخب أنا حكون موجود، لأن أنا يعني مش حاجة سهلة يعني تمثل ليبيا، أكيد أي رياضي يتمنى يكون يمثل منتخب ليبيا، زي ما قلت لك يعني المسؤولية المدرب هو يتحملها، فما نعرفش أنا يعني أنا نحس في روحي إني أنا انظلمت في عدم اختياري المنتخب، وما نعرفش يعني من بعد 2011 يعني ممكن ما فيش حارس مرمى من الاتحاد كان في المنتخب، حتى اللي كان في المنتخب يعني لما يجي الاتحاد يستبعدوه من المنتخب، ما نعرفش علاش. معناها الفريق، خلينا نرجع للاتحاد، الفريق في ظل وجود عناصر قوية، هل الاتحاد قادر على الفوز باللقب الموسم هذا؟ أكيد يعني أن تنال شرف ارتداء غلال الاتحاد حاجة ما هي سهلة، ما تكفيش، لازم ما تكون تحرز بطولات وألقاب للاتحاد، يعني أنك أنت تنال يعني تلبس سري الاتحاد وتمثل الاتحاد بس هذا ما يكفيش، لابد أن تحرز بطولات وتحرز ألقاب لتقعد للتاريخ للنادي. فأكيد يعني الاتحاد ديما حلمه وطموحه يكون على منصات التتويج، يعني الدوري السنة هذه بصراحة نشوف فيه قريب هلبل من الاتحاد، يعني عندنا عناصر ممتازة، يعني ممكن أقوى عناصر في ليبيا،
ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله يرجع اليوم اتحاد الكوره مدير القرار ممكن 15/6 انه يرجع البطوله ترجع الدوري ان شاء الله يكون القرار صحيح ويرجع الدوري لنا. زي ما تعرف انت تو جيل هذا احنا اللي فيه احنا تو جيل نعتبر فيه مظلوم انا لان زي ما نقول 9 سنوات ممكن فيهم زوز دوريات والثالث توقف ما صارش منه بوك. انا ما هيش حاجه سهله على الرياضي انه 9 سنين يلعب زوز دوريات بس انا انت ما فيش حتى كيف تقيمه. في اعتقادك بالعناصر الموجودة في فريق الاتحاد ما هي المدرسة المناسبة لتدريب فريق الاتحاد؟ أكيد هو التو الوقت الحاضر يعني تحت إشراف المدرب إيفان بصراحة مدرب محترف يحب الانضباط ويحب العمل الاحترافي أكيد يعني نستفيد منه وإن شاء الله تكون تجربته كويسة معنا للاتحاد وإن شاء الله ربي يوفقه ونكونوا يعني أبطال الدوري بإذن الله. قبل الفقرة الثانية محمد نبغى نسألوك على الأربع المدافعين اللي فضل محمد إنه يكونوا قدامه. قبل 2010 يعني فريق الاتحاد معروف عليه يعني بقوة مدافعينه صراحة يعني كنت أول مباراة رسمية نلعب لفريق الاتحاد كانت مباراة ضد يعني في الدوري كان ضد فريق الشط من صاب سمير عبود ودخلت أنا بديل. كان مدافعين يعني كان ذاك الوقت موجود يون الشيباني وسامي الحمادي ونادر تروني وناجي الشوشان ومحمود مخلوف يعني مدافعين دوليين ومدافعين معروفين فبصراحة يعني من أقوى المدافعين ممكن في تاريخ الكرة الليبية. محمد توا نشبحه في العرض احنا من بعيد الحق نشوفه فيها صغيرة لكن توا نوقفنا العرضات كبار اكيد يعني المرمى زوز متر وعشرين في السبعة متر واربعين أظني يعني ديما يقولك المتفرج فارس لكن حاجة هذه مهنة يعني مهما تكون كبرها يعني نكون انا اكيد يعني في تكنيك معين وفي جزئيات معينة تقدر أنت مثلاً تسكر فيهم المساحة هذه أكيد يعني شيء علم هذا بدأ توه معش رياضة يعني بدأت علم معز زي قبل يعني موهبة وخلاص لازم تكون الموهبة مع العلم أكيد. محمد باختصار كيف تعامل البلجيكي إيفان مينارت مع مباراة الاتحاد مصرات؟ أكيد يعني كان مدرب شجاع بصراحة أنا يعني شفتوا انتم التغييرات نتاع المباراه قبل تغييرات المباراه يعني استلم الفريق في وقت صعب يعني فريق طالع من هزيمه وتعرف انت الهزيمه كيف تاثر نفسيا على اللاعبين وتدخل الشك في الفريق بصراحه يعني استلم الفريق في وقت صعب وقدر يوظف اللاعبين وقدر يلقى التوليفه المناسبه للفريق وربح نتيجه المباراه يعني مباراه كانت ممكن لدقيقه 80 اظني شيء قاعده فتغييراته كانت شجاعة بصراحة وقدر يحصد نقاط المباراة يعني الفريق بدأ يلعب ممكن بأربعة مهاجمين وقدر يوصل للثلاثة نقاط اللي بيهم. محمد الحارس الأفضل في تاريخ الكرة الليبية أكيد الحارس الأفضل في تاريخ الكرة الليبية يعني إنجازاته هي اللي تتكلم عليه يعني زي ما تقول أنت لما تصنف الحارس المرمى الأفضل بيكون بالأكثر إنجازات بصراحة الحارس سمير عبود يعني من أساطير الكرة القدم الليبية إنجازات مع نادي الاتحاد إنجازات كبيرة صعب يعني تحطيمها. دربته شوية مع سميرة أكيد يعني دربني سنة 2012-2013 سنتين يعني خدم فيها كمدرب حراس فأكيد كانت عنده طموحات أنه يكون مدرب كبير
يعني فجأة يعني انتقل للوظيفة الإدارية يعني في نادي الاتحاد، وحياته الشخصية شاف أن الإدارة أفضل لي من التدريب. أفضل حارس محمد الكرة العالمية؟ أفضل حارس بالنسبة لي كتاريخ يعني بوفون، وكحاليا يعني مانويل نوير. علاش بوفون؟ انك انت تشجع في اليوفي؟ لا مش اني انا نشجع في اليوفي، لكن بوفون حارس كبير يعني ما يختلفوش إيزاز انه من اقوى حراس في تاريخ الكرة العالمية. المهاجمين من افضل مهاجم في العالم؟ كلاعب او مهاجم تقصد؟ مهاجم. افضل مهاجم في تاريخ الكرة نشوف فينا رونالدو البرازيلي. افضل لاعب؟ افضل لاعب ليونيل ميسي. أنا نشوف فيه زين. والله وجهة نظر، كل واحد عنده وجهة نظر في اللي يشوف. حتى في كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ الكورة. أكيد يقول كريستيانو لاعب كبير. كل واحد وجهة نظر. الأسطورة اللي في ليبيا، اللي لعب داخل الملاعب الليبي. أكيد في عديد لاعبين يعني أبرزهم طارق التايب، عز الدين بيزان، يعني أحمد سعد علي رحومة. يعني في لاعبين هلبة بصراحة كانوا مميزين على الساحة الليبية. بكري سألناك سؤال، تعمل اللاعب اللي سدد كويس في الدوري الليبي؟ محمد ما عطاناش اسم، نبي نزيد نكرر السؤال بالسيارة. محمد يبو لاعب اللي في ليبيا شوت كويس حتى من الاتحاد. في الضربات الثابتة تقصد ولا في الشوط المباشر؟ الشوط المباشر. ولا بصراحة يعني في يونس شيباني كانت رجلة كويسة يعني في الكرة الثابتة وفي التسديد من بعيد. سجل هلبة يونس بس. الضربات الثابتة يعني يونس كان يمتاز بهم، وعندك العربي جابر حتى هو كان يضرب في الضربات الثابتة يضرب فيهم كويس. هذا هو. خلال فترة لعبك في الاتحاد، من انت شفت افضل لاعب جاء اجنبي للاتحاد وفاد الفريق؟ اكيد في لاعبين اجانب كثيرين يعني استفاد منهم فريق الاتحاد. كولوبالي وأليكس، حسين كمارا، في عديد اللاعبين بصراحة يعني ماهر الحناشي، ففي لاعبين كتر جيدين يعني استفاد منهم نادي الاتحاد. الموسم الحالي فريق الاتحاد انتدب الجابوني فراكم بامبو، هل ساعد دفاعات الاتحاد؟ أكيد استفاد منه الفريق يعني فرانك مدافع كويس، مدافع جيد، يعني مدافع يحب يربح يعني في مباريات تكون خفاق فيهم يقول يعني يواجع الخفاق أكثر من لاعب ليبيا ولاعب ولد النادي. فأكيد هو لما كملش المرحلة متاع يعني عقده، لكن استفاد منه الفريق. محمد وصلنا معك لنهاية حلقتنا، الوقت مشي معك بسرعة. بارك الله فيكم وشكرا لكم أخوتي المركز الإعلامي، متفوقين دائما يعني شغلكم شغل احترافي. بارك الله فيكم ونهنيكم بمناسبة رمضان ان شاء الله. وحتى العيد قربت ان شاء الله. الف مبروك عليكم وعلى كل الليبيين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، هيك نكون وصلنا لختام حلقتنا مع الحارس محمد الفرجاني. شكرا لحسن متابعتكم. شكر موصول لطاقم العمل الاعلامي بنادي الاتحاد، والى اللقاء.